أسعد الله صباحكم بالمسرات مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وبرنامجكم عيون مصرية على قناة الصحة والجمال. النهاردة حلقتنا حلقة مميزة جدا، حلقة محمدية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. قرآن وإنشاد ديني ويعني كل ما يتعلق بالمشاعر الطيبة أو المشاعر الإسلامية اللي بتوصل لوجدان كل المصريين. حلقة مميزة جدا، هيكون معانا فرقة آلة هاشم للإنشاد الديني والوطني، ومعانا الضيف عز جدا صوته جميل جدا في القرآن، موهبة جميلة جدا، أستاذ شعبان يوسف فرغال إن شاء الله هيكون معانا برضو. إن شاء الله نطلع فاصل معاكم ونستقبل ضيوفنا الكرام في حلقتنا المحمدية ببرنامجكم عيون مصرية. شعب مصر يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد. تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وفؤادي، هي أغلى الأوطان، في حبي وشيء عادي عيلك ما كل أنا. مصر بلادي وفؤادي، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان. مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان. ونقول بصوت واحد تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وفؤادي، هي اغلى الاوطان، في حب وشيء عادي عيلك ما كل انا. مصر بلادي وفؤادي، هي اغلى الاوطان، في حب وشيء عادي عيلك ما كل انا. يا مصر يا ام التاريخ والعز عنوانك، يا ام الهرم والنيل يا رفع اعلامك. يا مصر يا ام التاريخ والعز عنوانك، يا ام الهرم والنيل يا رفع اعلامك. تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد امجادك. تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد امجادك. مين لينا غيرك، مين يا مصر من غيرك، في القلب شايلانا في العين شايلينك. مين غيرك، مين يا مصر من غيرك، في القلب شايلانا في العين شايلينك. وكلنا يا مصر في درملة من طينك، نرفع راياتك واسمك نهتف نغنيلك. وكلنا يا مصر في درملة من طينك، نرفع راياتك واسمك نهتف نغنيلك. وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر. أيدا أنا ديلك مصر، مصر مصر يا فرحتك يا مصر، مصر 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 يا فرحتك. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام واستقبال ضيوفنا الاعزاء، نتعرف عليهم مع حضراتكم.
الاستاذ شعبان. شعبان يوسف فرغلي. اهلا وسهلا استاذ شعبان. اهلا وسهلا فندم. استاذ شعبان حضرتك بتشتغل ايه؟ مدرس لغه انجليزيه ثانوي. والموهبه النهارده هيكون معانا ايه؟ موهبه ان شاء الله قران باذن الله يعني. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا نتشرف بيك ونسعد بيك طبعا، يعني اي ما يتعلق يعني ليس لاي مهنه موجوده بحته ان هو يبقى موهوب في حته القران او الانشاد الديني او يعني كل ما يتعلق بالمشاعر الدينيه او الاسلاميه. نعم. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. وتعرف على ضيوفنا بقى الكرام، فرقه آل هاشم الانشاد الديني والوطني. نبدا بقى من الاستاذ سيد هاشم قائد فرقه آل هاشم. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك والامه الاسلاميه كلها بخير. كل سنه وانت طيبين. وانت طيب. استاذ سيد هاشم. الاستاذ محمد. مش استاذ عمر. بقى ده عمرو بقى. عمرو. عمرو. عمرو هاشم ومحمد هاشم ولادي. عمرو هاشم ومحمد هاشم دول نجوم الفرقه وهم اعضاء اصلا في كورال الاوبرا، بقى لهم اكتر من 5 سنين دلوقتي الحمد لله. تمام. والحمد لله الفرقه يعني مع حضرتك ان شاء الله يبقى لها شان تاني ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله. النهارده طبعا استاذ سيد واستاذ شعبان ومحمد وعمر، احنا يعني برنامجنا عيون مصريه وحلقتنا النهارده مخصصه بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم. عايزين بقى عليه الصلاه والسلام، فعايزين النهارده نسعد كل مشاهدينا الكرام كده في الساعه الصباحيه، ونبدا مع الاستاذ سيد استاذ شعبان يوسف فرغلي. أيوه. بايات من الذكر الحكيم يتلو علينا يعني لنحلو مسامع مشاهدينا الكرام. تسلم فندم. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله. أحسنت الله يفتح عليك يا أستاذ شعبان. صوت جميل جدا جدا. لا وأداء مميز وإحساس عالي جدا بكل كلمة بيقولها. ربنا يحفظك. في ميزة يا أستاذ عبد الباقي في كل مقرئين مصر. أيوه. والله بجد. نعم. إن هم بيصوروا لك القرآن صوت وصورة. مش صوت بس. أيوه. يعني أنت بتحس إن هو وهو بياكله أنت شايف كل كلمة بيقولها أنت شايفها بعينك. أنا عايز أقول لك على حاجة كمان يا سيد. الأستاذ شعبان مدرس لغة إنجليزية. فأنا بصراحة لما تواصل معانا وبيقول لي أنا فأنا بقول له أنت يعني أزهري؟ فقال أيوة لا أنا مش أزهري. قلت له طب يعني موظف الأوقاف؟ قال لي لا مش أنا مدرس لغة إنجليزية. فهو بعيد كل البعد عن ولكن الموهبة ربنا سبحانه وتعالى لما بيهب الإنسان موهبة صوت هي كويس. هي موهبة بس يا أستاذ يعني كمان. هي مش موهبة بس, هي موهبة وحب. هو بيحب القرآن حب طبعا طبعا وحافظ هو لآيات القرآن يعني. فحاجة يعني ربنا يبارك فيك يعني. ربنا يحفظك يا أستاذ عبد الباقي. يعني مزيد من التقدم في هذا الموضوع وهذا لأن طبعا يعني أنت عارف إن الصوت الجميل في القرآن يعني حاجة بتبقى على مسامع كل المسلمين يعني. أكيد. احنا إن الله جميل ويحب الجمال. نعم. فاحنا بنشد على أيديك في حتة انك انت تدعم وتنمي هذه الموهبة ويبقى بقى في سياق تاني بجانب التدريس او عملك في أيوة. التعليم يعني. ايوه يا فندم. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. نخش بقى على فرقة آل هاشم بقى وعايزين نكسر الدنيا. نبدأ بمحمد ان شاء الله. نسمع ايه يا محمد منك النهارده؟ هنقول حاجه كده ميلاده طه. هنقول حاجه خاصه بميلاده طه. نعم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام اسمها ميلاده طه. عليه دي اول حاجه حفظناها انا وعمرو لما كنا في نقابه الانشاء. تمام. نسمع ميلاده طه. اتفضل يا محمد. ميلاده طه اكرم وبشير كل الخير والإحسان أفضل الرسل الكرام جميعهم أنت الشفيع لنا في يوم المعاد فديك عم المشرقين بنوري منذ استنار الكون بالميلاد بحر حقا كنت تخلو عابدا ربا كريما واسع الإمداد وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشادي وإلى رحاب القدس سرت مكرما وعرشت يا أصحابك الدليل الهادي صلى عليك الله يا خير الأرى صلى عليك الله يا خير الورى سبح المولى الحمام شادي. الله الله الله. برافو عليكم. حاجه جميله والله يا عمرو. انت محمد بسم الله ما شاء الله عليكم. سنه كام يا محمد؟ سنه خمسه ابتدائي. خمسه ابتدائي. ومستواك عامل ايه في التعليم بقى؟ مهتم بالانشاد اكتر ولا بمستواك في المدرسه؟ لا طبعا مستواك في المدرسه. احنا عايزين محمد عايز اقول لك على حاجه. دي موهبه وانت دايما بنشجعك انك انت تنمي الموهبه بتاعتك. وطبعا بابا بسم الله ما شاء الله مش يعني تمام ماشي معاك في الموضوع دي وحاجه جميله احنا بنشكره طبعا عليها. ويعني نموذج لكل اب مصري ان هو لما يكتشف ان حد من اولاده عنده موهبه معينه يحاول ان هو ينميها ويحاول ان هو يحفزه دايما ان هو يتواصل عشان يكون مبدع في هذه الموهبه.
فاحنا مش عايزين ان الموهبه دي تاثر على دراستك، يعني اهم حاجه برضو الدراسه، يبقى مستواك كويس في الدراسه والموهبه معاك، لان اي موهبه او اي فن او اي حاجه انت عايز تبدع بيها من غير علم هي ما تسويش اي حاجه. تمام يا محمد؟ اكيد. عمرو في سنه كام يا عمرو؟ في ثانيه ثانوي. بسم الله ما شاء الله، شد حيلك يا عمرو. نفس الكلام برضو ليك يا محمد، يا عمرو زي ما قلت لمحمد بالظبط، العلم مع الموهبه هم دول اللي هيوصلوك انك انت تكون انسان نافع للمجتمع ونافع لوطنك ولبلدك ولاهلك وناسك وكل حاجه، مدرستك علمك، بعد كده معاك برضو الموهبه بتاعتك. تمام تمام. استاذ سيد احنا طبعا بنشكرك زي ما قلت لولادنا، ربنا يبارك في عمرك. بجد يعني حاجه كويسه جدا والله. دايما بنقول لكل اولياء الامور ان في حاله ان اي ولي امر يكتشف ان حد من عياله عنده موهبه معينه، سواء كان في الغنى في الانشاد في التمثيل في الرياضه في اي حاجه، يحاول بقدر الامكان ان هو يعمل له نوع من انواع التحفيز بحيث ان هو يطلع كل اللي عنده. طبعا انا بشكر حضرتك على الكلام الجميل اللي انت قلته ده، بس اولا دي موهبه من عند ربنا وفضل من عند ربنا والله علينا. نعم. يعني انا ما ساعدتش لاي حاجه، هم بيفرضوا عليا موهبته، فما ينفعش ان انا يعني اشوف حاجه محترمه زي كده. لا ما بيتعب معانا جدا بجد. جدا جدا ربنا يخليك بجد والله يعني. واشاهد اشاهد من الاهلي يعني. لا انا عايز اقول لحضرتك كمان، عمرو محمد اكتر من كده بكتير، بس هو بس المشكله اللوكيشن بتاعكم ساعه قوي صح. بعد كده نجيب لكم سخان بقى ان شاء الله. طيب نسمع قمر مع بعض كده عشان دي قمر مايك بقى كده وقمر. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعمن والوها كل العباد وعمن والوها كل العباد وعمن والوها كل العباد، حبيب الله يا خير البرى يا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون. انت وقفت ليه يا رجاله؟ انت وقفت ليه؟ انت وقفت ليه يا استاذ محمد؟ لسه ليه تكمله كبيره على فكره. يعني ليه ما كملتش يا محمد؟ هو كان المفروض ان محمد عمرو يستلم منه، فعمرو ما استلمش. وعمرو اعتمد عليا وانا ما استلمتش. تمام تمام. طيب محمد تغني لنا بقى بسم الله، بما انك ما استلمتش من ما سلمنيش. انا عاجبه. عقابه ليك بقى تسمعنا بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، وما فيش حارس الا الله، وانس يلعب ويا اصحابه سيدنا محمد يستنى، بعد ما يلعب يجني عليه بحنان الاب يربي، والحنيه تبان في عينيه ويضحك له رسول الله، صلوا على سيدنا المختار، قالوا في ودنه على مشوار، وانا طفل صغير لكن كان بيأمنه على الاسرار، خبى السر يا ام حايا مهما تزن النحلايا، وما قالهوش للوردية والعصفور على الأشجار، الله أكبر سمي وكبر، أمه بتسأل لما تأخر قال لها سر رسول الله،
وانا مش ممكن اقول ولا اكتر. تاتي خطي العتبة ويكبر وبيتعلم وبيتشطر، يروح حديث سيدنا محمد وبيحكي للناس ويفسر. برافو برافو برافو، صوتك جميل، بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يوفقك ان شاء الله. الله يخليك. سمعت بقى ان اغنيه وحشني كواليس بتاعتها ايه او ايه يعني، وانت اللي غنيتها طبعا؟ والله بص انا ابويا والدي متوفي بقاله دلوقتي اكتر من 16 سنه، بس انا بالنسبه لي والدي متوفي امبارح الله يرحمه. علاقتك بيه كانت قويه جدا. صعب، انا مش عايزه يعني قصه كده، فالله يرحمه يحسن اليه. فانا كنت بعمل، عملت له حاجه قبل كده اسمها رحمه وزعه، وبعد كده عملت حاجه اسمها وحشني. فوحشني دي حاجه جامده قوي، انا سمعتها عند واحد زميلي اسمه ايليا، هو كان عاملها بصوته. دي كلمات مين؟ كلمات والحان الاستاذ محمود محي. تمام. انا سمعتها عنده عجبتني جدا، قلت له ايليا انا عايز الاغنيه دي. تمام. فقال لي دي اغنيتي ومحمود عاملها لي، قلت له خدها منك واشتريها منك وبتاع. ففعلا اشتريتها منه وخدتها وخدت توزيع منه وسجلتها واخرجتها. بس الاخراج والتصوير ليه قصه معايا. انا ما كانش معايا اي ماديات ان انا اعمل الاغنيه دي خالص. ولولا فضل ربنا ثم انا عاجبني قوي يا سيد بجد موضوع انك انت بسم الله ما شاء الله الصوت، قيادتك لهذه الاولاد وفرقه، وانا عارف ان في ناس كمان او اعضاء من فرقه ما جوش معاك النهارده باكتر مكان. كمان حته انك انت في الاخراج والتصوير عندك موهبه كبيره جدا بسم الله ما شاء الله، لان لما دخلت على الكليبات بتاعتك لقيت كل الكليبات اخراج سيد هاشم اخراج سيد هاشم، فدي حاجه جميله جدا يعني انك انت بتعمل عمليه دمج. احنا دايما عندنا في الاعلام بنقول ان احنا الاعلام المتميز اللي هو اعلام المان وان شو، اللي هو واحد متخصص عنده فكره في كل حاجه. فكونك انت منشد ديني وفي نفس الوقت مخرج وفي نفس الوقت بتقود الفرقه في نفس الوقت موظف عادي، فدي حاجه جميله جدا. وفي نفس الوقت ممثل وكمان ممثل، يعني دي جديده بقى يعني دي جديده يعني الحمد لله. بص يا استاذ انا الاول ده فضل ربنا عليا ان شاء الله. انا لما بحب شيء بخلص له، وربنا سبحانه وتعالى ما بيخيبش ظني ابدا، دايما ظن بربنا كبير جدا. المهم وحشني، انا ما كانش معايا اي ماديات اصورها. استاذه حنان كمانجا والاستاذ جهاد ابو زيد هم صحاب الفضل في تصوير الكليب ده. تمام. لان صوروا الكليب بكاميراتهم في اللوكيشن عندهم، واستاذه حنان كمان مثلت معايا كمان في الكليب بدون اي مقابل. جميل. وعايز اقول لحضرتك انا عملت لهم ازعاج، احنا صورنا الكليب ده في حوالي 48 ساعه ما ناموش، 48 ساعه كانوا قاعدين معانا ما ناموش احنا في بيتهم. طب نسمع بقى ونستمع سلام المشاهدين كده. وحشتي. انا في الساعه دي المفروض ما اسمعش اي حاجه، ده انا بترجف، بس مش مشكله. لا لا. بسم الله. يا ابويا انا عايش طول العمر انا في حماك، انا ضايع علشان انا مش معاك. وحشني وبجد يا ابويا نفسي اشوفك تاني، تلمسني وانا جنبك واسمع صوتك حتى لثواني. هي الاغنيه كبيره بس لان انا لو قعدت اقول هعيط وبتاع. يعني مفيش مناديل بقى هنا وبتاع. يعني المشكله في المناديل. المره الجايه نجيب المناديل ان شاء الله. طيب يعني سمعونا ايه تاني؟ محمد نبينا. محمد نبينا بس هي هنستلم من بعض ولا هننسى؟ لا ما مش هينفع كده، خلي بال حضرتك من الغلطه الثانيه، هركز على عم شعبان وخلاص. هو ده كان بتاعنا، خلينا نبقى متفقين. ماشي يا محمد، ماشي عمرو، ماشي تمام. يلا محمد نبينا عليه الصلاه والسلام. طب السلام. محمد نبينا بنور وادينا من مكة حبيبي نوره ساطع المدينة، من صلى صلاته وبحلى بصفاته، يا بخت اللي فضله ماشي يشفع له في مماته. يا إمامنا يا أمين
يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة التمام والرسول مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي أدعى صلي وراه محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة من صلى صلاته اتحلى بصفاته يا بخت اللي فضل وماشي مش فعله في مماته كان أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه اللهم صل عليه حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وأبكي على كتفك وأنام يا رسول الله نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وأبكي على كتفك وأنام يا حبيب الله وأتبع هديته وسنته وأتبعها بصفوف أمته واتحام فيه محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة من صلى صلاته اتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظل وماشي يشفع له في مماته برافو 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 لا المرة دي كده كده تمام سلم تمام لا كده تمام شعبان اخبارك معانا خير تمام عامل ايه بقى في عايزين بقى نيجي استرنا بقى من شعبان شويه بقى. نسمع بقى القران بصراحه هو عايشنا في يعني بصراحه صوتك جميل جدا جدا وعشان كده احنا بنطلب من حضرتك تاني نسمع والله يا استاذ ايات من ذكر الحكيم تاني للساده المشاهدين استاذ عبد الباقي معلش والله بجد هو مش صوت بس احساس طبعا 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 احساسك بالايه اللي حضرتك بتتلوها واحساسك بالكلمه رائع حاجه رائعه والله انا مبسوط انا سعيد ان انا مع حضرتك احنا انا عايز اقول لك على حاجه يا سيد والله احنا في برنامجنا هنا يمكن لو تابعتوا الحلقات اللي فاتت على مدار كام شهر فاتوا عاملين فقره اسمها مواهب مصريه بنتمنى انه اي حد يتواصل معانا سواء كان في القران سواء كان في علم الحديث سواء كان بيغني بيمثل بيلعب بيلعب رياضه اي ما يتعلق باي موهبه موجوده عند اي حد والناس لاول مره بتطلع معانا هنا بيجي معانا اصوات جميله جدا وبيجي معانا كان معانا الفنان القدير استاذ احمد فرحات موجود لاكثر من حلقه معانا تدعيما وتطوعا منه انا بحبه جدا خلاص نجيبه لكم في حلقه مخصوص بقى بس لا يكون معانا هو بيجي معانا بسم الله ما شاء الله هو يا ريت يبقى في حلقه ثانيه لا لا استاذ احمد فرحات لا ما بيجي معايا على طول هو صديق وراجل يعني بسم الله ما شاء الله موهبه عظيمه جدا عمل مجموعه من الافلام اكتر من 18 فيلم من سن 10 سنين يعني من خلال 10 سنوات عمل اكتر من 18 فيلم سينمائي فكان نجم الوسط في هذا التوقيت واشتغل مع كبار الفنانين في مصر وفي العالم يعني طبعا. نسمع بقى آيات من الذكر الحكيم للأستاذ شعبان يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. افتح عليك. الله يسلمك. والله أنا عايز أقول لك على حاجة يعني وأقول لكل السادة المشاهدين يمكن من أجمل الحلقات وخاصة إن إحنا برنامجنا برنامج صباحي يعني تخيل بقى إن إحنا بنقوم الساعة 9 الصبح نتكلم النهاردة نسمع قرآن وإنشاد ديني وكلمات وبنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أجمل الحلقات اللي أنا على المستوى الشخصي اللي أنا سعيد بيها يعني بجد والله لا بنتكلم بقى في السياسة عن الصبح ولا في الاقتصاد ولا في الحاجات دي كلها حلقة كده يعني جدا الله يخليك يا سيدي متشرف إن إحنا مع حضرتك الله يديك الصحة يا رب الله يخليك والمجلس ده بتحفوا على ما أعلم يعني حفوا 70,000 نعم طبعا ان شاء الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد هو اللي مجمعنا النهارده طبعا عليه الصلاه والسلام طبعا احنا بنقول لكل الساده المشاهدين ان مش احتفال بذكرى النبي عليه الصلاه والسلام لا احنا لان احنا دي حاجه مولد النبي عليه الصلاه والسلام دايما موجود في اذهان وفي عقول كل المسلمين على مستوى بقاع الارض احنا ما مجرد ان احنا بنسلط الضوء على هذا الاحتفال مولد النبي عليه الصلاة والسلام عشان نقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام قدوة ونتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يتعلق يعني وخاصة في الأخلاق إن الإنسان منا يكون ملتزم بالخلق ومكارم الأخلاق في كل معاملاته ديننا دين المعاملة ديننا دين الإسلام دين اليسر النبي عليه الصلاة والسلام لو إحنا عايزين نرضي ربنا ونرضي النبي عليه الصلاة والسلام يبقى نتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل معاملاتنا في حياتنا في 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 في, في العمل في في يعني في في آداب الطريق في آداب الحوار في احترام الآخرين في كل ما يتعلق بحياتنا اليومية كمواطنين أو كبني آدمين موجودين على وجه هذا الأرض بنقتدي بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسمع بقى أول حديث اتفضل طبعا اتفضل
بطول شوية أنت يعني أنا اختصر إن شاء الله يعني. يعني مش أكتر من 3 دقايق صح؟ 3 دقايق. أستاذ سعيد بقى بيدير الحلقة؟ لا لا. ويعني إيه برضه عشان وقت الحلقة يعني كده إن شاء الله. يعني في بس حضرتك أستاذ عبد الباقي ما أقدرش أدير اللقاء وحضرتك موجود. لا طبعًا بص أنتوا كلكم النهاردة تديروا اللقاء أنا مبسوط. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم خرجت فيه الشمس أو طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. نعم. فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. وفيه تقوم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ساعة إجابة على هذا اليوم العظيم. على الصلاة والسلام. بس إحنا سيد يعني على الصلاة والسلام. سيد شعبان. سيد شعبان. عشان وقت البرنامج. حاضر. تمام. عشان ندي الضوء برضو. بس إن شاء الله إن شاء الله. نسمع بقى حاجة جماعية كده عشان وقت البرنامج. يبدو إن إحنا طولنا شوية. تمام. تفضل. هنقول نسمع حاجة أول كليب بعملنا أنا وعمر. اسم طيب. الله الله. يا. على نور رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسمع مع بعض. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. سيدنا النبي حنين سهل كده وليل. سيدنا النبي حنين سهل كده ولين. بين يا زين بين حزن رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. طال في المعنى حبه مجمعنا. طال في المعنى حبه مجمعنا. يلي انتو هنا معنا حي رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله الله على نور رسول الله. سيدنا النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه الصلاة والسلام. طبعا انتم بصراحه يعني شرفتونا ونورتونا. نشكر طبعا فرقه آل هاشم الارشاد الوطني والديني او الديني والوطني استاذ سيد وعمر ومحمد. نشكركم على تشرفكم لينا وان شاء الله يكون في حلقات نجيبكم بقى معانا فيها يكون في وقت اكبر من كده. شكرا لحضرتك والاستاذ عبد الله لشرف وجودي مع حضرتك النهارده. والاستاذه حنان المطاري. الله يخليك. وانا بشكرك وبشكر قناه الصحه والجمال. بشكر برضه الاستاذ حسين اللي عرفني بيك حضرتك. سعيد جدا 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 ان كنت مع شخصيه محترمه زي حضرتك. بجد انا النهارده اكتسبت صديق جديد. لا ان شاء الله احنا يعني نتشرف بيك والله ونتشرف بكل النماذج المشرفه للوطن العربي كله يعني. وانا اشكر الاستاذ حسين برضه اللي عرفني بحضرتك برضه. اقول له يا شيخ حسين ربنا يبارك لك يعني. بشكرك يا استاذ شعبان على تواجدك معانا. وانت انسان على خلق وانسان يعني موهوب بجد وعندك احساس كبير. ربنا يخليك يا رب. شد على اذرك كده. وبنشكر كمان معاك الاستاذ حسين يعني اللي هو سبب تواصل مع البرنامج. استاذ حسين الجندي. ايوه تمام كده. نعم. نشكركم. وطبعا زي ما شفنا زي المشاهدين ان برنامج عيون مصريه دايما راعي لكل المواهب المصريه وكمان العربيه يعني. وحلقتنا النهارده كانت حلقه مميزه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. الى اللقاء اذا كان في العمر بقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.